السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا الكرام، متابعتنا الكلمات، مرحبا بكم مجددا قناتكم هميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، خاتم الصحة والعافية. عدنا إليكم مجددا متابعينا الكرام بعروض بيم الوطنية اليوم الثلاثاء 23 ماي 2023، الثلاثاء ديال هذا الأسبوع هذا متابعينا الكرام. وهاد العروض غادي يكونوا إن شاء الله في جميع المحلات ديال بيم، اي محل حداكم غيكونوا فيه ان شاء الله. بقى معنا حتى الاخر باش تكتشفوا جميع المنتوجات اللي كاينين في هذا الفيديو هذا. وقبل ما نبداو كنبغيو نشكركم كما العاده على التشجيعات ديالكم، التعليقات ديالكم زوينين، على المشاركه ديالكم وتجاربكم معنا. الله يجازيكم بخير، راه كتفيدونا بزاف. فشاركونا جميع التجارب ديالكم من خلال التعليقات، ونبداو على بركه الله متابعينا الكرام. طبعا ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. متابعينا الكرام، كاين اول منتوج معنا في هذا العرض هذا، راه قائق الافطار سيريال من ريفي 250 غرام XXL تشيكو XXL ب11 درهم. لهاد الساشية هادي 11 درهم 220 ريال. كاين ايضا معنا واحد الكيس ديال السبانخ او لي زيبينار 450 غرام من كينغ جينيريشن كما كتشوفوا معنا. كيس ديال السبانخ المجمدة، منتج مجمد طبيعي على ما كتبين هنايا، كتطبخ في 6 حتى 8 ديال الدقائق. بالنسبه للثمن هادو دايرين 240 ريال 12 درهم متابعينا الكرام، من شركه كينغ جينيريشن. كاين ايضا معنا من نفس الشركه فاصوليا خضراء او شعراء كما كنقولوا لوبيا خضراء كما كتشوفوا معنا، فاصوليا خضراء مجمده من نفس الشركه 450 غرام 450 غرام ايضا في هذا الكيس هذا كما كتشوفوا معنا. كتبين انها ناحفه والطبخ ديالها من 6 حتى 8 دقائق، ايضا كطيب دغيا ب 12 درهم 240 ريال متابعينا الكرام. كاين معنا شوكولا من كيت كات نيستلي 110 غرام في هذا الكيس هذا متابعينا الكرام ب 19 درهم 380. كاين ايضا معنا من عقبال شوكولا سوداء 72% ديال الكاكاو نابوليتان 100 غرام متابعينا الكرام ب 10 دراهم. كاين ايضا معنا متابعينا الكرام مجموعه ديال لي مادلين من ماري تريني 3 ديال الاكياس 250 غرام في الكيس الواحد، كل وحده كنظن فيها 9 او 12 مادلين. بالنسبه للثمن فدايرين 23 درهم 460 متابعينا الكرام، 460 ريال من اكسيرو هاد لي مادلين هادو كما كتشوفوا معنا بعدة انواع. كاين ايضا معنا متابعينا الكرام اقراص ديال الغساله ديال الاواني طابليت ديال لافيسيل من فيري 26 قطعه 26 قطعه في هاد الكيس هذا ب 60 درهم 1200 ريال 1200 متابعينا الكرام من فيري 26 قطعه. كاين ايضا معنا ملح ديال الغساله، الملح ديال الغساله 2 كيلو من فينيش متابعينا الكرام 2 كيلو ب 55 درهم 1100 او 1100 ريال 2 كيلو. كاين ايضا معنا سائل لتلميع الاواني ديال لافيسيل ايضا من فينيش 800 ملي متابعينا الكرام اكس ال باك كما كتشوفوا معنا ب 90 درهم 1800 او 1800 ريال. جاي بهذا الشكل هذا. نرجو من المتابعات ديالنا اللي سبق لهم جربوا هاد المنتوجات هادو، اي منتوج من هاد المنتوجات يشاركنا التجربه ديالو او شاركونا التجارب ديالكم، الله يجازيكم بخير. سواء هاد المنظفات او حتى المنتوجات اللي دوزنا قبل، الله يجازيكم بخير متابعينا الكرام. كاين ايضا معنا متابعينا الافاضل مجموعه ديال الفوط الصحيه من 100 ماكسي لونغ 23 درهم 460 ريال 30 قطعة. وكاين معنا ايضا مجموعه ديال جوج ديال العلب ديال المناديل الورقيه من وايت 750 قطعه او ورقه او منديل في العلبه الواحده ب 33 درهم 660 ريال. وكاين ايضا معنا علبه ديال المناديل الرطبه او لي لانجيت دو تواليت من اولترا كومباكت 42 قطعه في هذه البواطه هذه ب 13 درهم 260 ريال متابعينا الكرام من اولترا كومباكت. وهذا هو اخر منتوج معنا في هذا العرض هذا. متابعينا الكرام، متابعتنا الكلمات كما تابعتوا معنا، هذا هو العرض ديال اليوم فيه مواد غذائيه ومواد تنظيف. متابعينا الكرام كما شفتوا معنا
عروض متنوعة. نتمنى أنها تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا معنا. إلى سبق لكم جربتم متابعنا الكرام أي منتوج من هذه المنتوجات، شاركونا التجربة ديالكم من خلال التعليقات. هذه العروض هذه إن شاء الله غتكون ابتداء من يوم الثلاثاء ديال هذا الأسبوع هذا 23 ماي 2023 في جميع المحلات ديال بيم. أي محل حداكم راه غيكونوا فيه إن شاء الله. كاين العروض ديال الجمعة اللي مازال ما تطلع عليهم، يدخل القناة ويطلع عليهم، راه عروض زوينة ديال الجمعة 26 ماي 2023 ديال هاد السيمانة هادي. اللي مازال ما يطلع عليهم يدخل القناة قبل ما ننهي هاد الفيديو. اللي مازال ما يشترك يشترك ويفعل زر الجرس باش ما يفوتوه حتى عرض، وديما يبقى يوصلو الجديد. ايضا ما تنساوش الضغط على الزر ديال الاعجاب، راه كتشجعونا به بزاف. بارطاجيو هاد الفيديو مع الاحباب ديالكم اللي كيهتموا بهاد النوع ديال المحتوى. نتلاقاو ان شاء الله في عروض اخرى وميزات اخرى. دمتم بخير متابعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.